السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. ان شاء الله يعود علينا وعليكم الايام بخير. هنبدأ مع بعض النهارده، هنكمل اللي احنا اخدناه امبارح في برنامج ايه الاكسس. طيب احنا كنا بنفتح البرنامج عادي، اهو قاعدة بيانات شركة مثلا، انا هحتفظ بدي، هفتح كأني هفتح واحد جديد اهو من الاول، بروح بختار حاجه اسمها بلانك داتابيز او قاعده بيانات جديده، وكنا بنكتب من هنا اسم قاعده البيانات وهنا مكان الحفظ، وهنا بعد كده لو عايز اعمل له كرييت او انشاء. طيب احنا قلنا مش ده الوضع اللي انا بشتغل فيه، وبروح على الفيو بعد كده الديزاين فيو او وضع التصميم وبشتغل على الوضع ده. طب لو انا واحد حبيت ان انا اشتغل على الوضع اللي انا فيه ده، وضع الداتا شيت، ينفع؟ ينفع. هنا الاي دي ده بالنسبه عندي الاول، حقل الاي دي. طب الحقل الثاني عايز اسميه، بسميه ازاي؟ كلمه كليك تو اد بيقول لك اضغط كليك علشان تضيف اللي انت عايزه، اروح اضغط عليه ضغطتين كليك شمال. الشكل ده تعمل معايا ليه؟ اول ما دوست ضغطتين كليك شمال على اي دي عمل معايا. طب ده نفس القصه، بيقول لي كليك تو اد، فاقول له انا والله نوع البيانات اللي هكتبها هنا شورت تكست، فبيقول لك اكتب اسم الحقل اللي انت عايزه، نفترض مثلا الاسم، ادي الاسم. طيب نوع البيانات انا مختارها ايه؟ شورت تكست. طيب لو رحت على السهم ورحت قلت له انا عايز مثلا نمبر، فضاف لك حقل تاني اللي هو رقم مثلا التليفون بالشكل ده، وانا نوع البيانات مختار ايه؟ نمبر. طيب عايز اضيف حاجة تانية، هروح اختار نوع البيانات اللي انا عايزها، لو قلت له الديت اند تايم يقول لي اكتب الاسم اللي انت عايزه، تاريخ الاستلام. طيب كليك تو اد، لو عايز اضيف حاجة تانية كرنسي اروح اكتب مثلا الماليات. انا شغال عبي من غير ما اروح على وضع الديزاين فيو، دي طريقة تانية. طريقة تانية. طيب مثلا عايز اضيف حاجة اسمها مثلا، هختار الـ yes or no، حالة الدفع يعني دفع ولا لا، اروح ابتدي املي الاسماء زي ما انا عايز. اهو انا كده ابتديت ان انا املي الاسماء واحط رقم التليفون. انا عملت الكلام ده من غير ما انا اروح لفين، من غير ما اروح على وضع الديزاين فيو، دي طريقة تانية. عن طريق ان انا اقول له حاجه اسمها الكليك تو اد، يعني بيقول لك اضغط علشان تضيف الحاجه اللي انت عايزها، وبتختار الحاجه اهو اتاشمنت اللي هي مرفقات. عندك بعد كده اللونج تكست لو هعمل حاجه اسمها الادرس او العنوان. فانا في الاول بختار نوع البيانات، وبعد كده هيروح يدرج لك ايه، يدرج لك فيلد او حقل بيقول لك سمي الحقل اللي انت عايزه. كل ما عليا بس ان انا اروح املي البيانات من غير ما اروح على وضع الديزاين فيو. يبقى دي طريقه تانيه، دي طريقه تانيه. طيب دلوقتي انا فوق خالص واقف في قائمه هوم او الصفحه الرئيسيه، وهتلاقي في الاخر في جروب اسمه التكست فورمات. رحت دست على السهم اللي من تحت خالص، الشيت بتاعي اللي انا شغال عليه الداتا شيت، هل هو من اليسار الى اليمين ولا من اليمين الى اليسار؟ تعالوا كده نختار رايت تو ليفت واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ خلى الشغل بتاعك كله من اليمين الى اليسار. تاني من فين؟ من قائمه هوم، واروح على السهم اللي جنب التنسيقات بتاعتي، واروح اختار من تحت ايه؟ ليفت تو رايت او رايت تو ليفت.
ليفت تو رايت معناها الشيت هيكون من اليسار الى اليمين، اما رايت تو ليفت معناها ان الشيت من اليمين الى اليسار، واروح اقول له اوكي فغير معايا اتجاه الشيت. طيب حلو خالص. طيب هنا بيقول لك الجريد لاينز شوين، طريقة إظهار الشبكة البيانية، عايزها هوريزنتال وفيرتيكال يعني أفقية ورأسية ولا أفقية بس؟ هيجي بيظهرها لك أفقية بس، الخطوط أفقية بس. طب لو عايزها الاتنين أعلم على دي وعلى دي، لو فظهرت معايا بالشكل ده. طيب بيقول لك البوردر أند لاين ستايل، الحدود بتاعتك بتاعت الشيت عايزها شكلها ازاي بالظبط، فبيغير معاك الحدود بالشكل اللي انت شايفه ده. لا انا هرجع اخليها زي ما كانت واختار سوليد، اقول له اوكي. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. انا دلوقتي هنا عايز اعمل ايه؟ اول ما اكون واقف على عمود المرفقات هتلاقي في كلمه من فوق اسمها تيبل فيلد، كلمه اسمها التيبل، هروح على حاجه اسمها ايه التيبل فيلد. انا دلوقتي زي ما انت شايف عمود المرفقات ملهوش اسم، انا عايز اغير اسمه، اكون واقف عليه واروح عند حاجه اسمها ايه النيم اند كابشن، واروح في الكابشن اروح اكتب الاسم بتاع اللي انا عايزه المرفقات، واروح اقول له اوكي. بصوا كده اللي حصل، غير اسمه. طب انا واقف هنا وقلت له النيم كابشن، قلت له مثلا انا عايز اخليها الميزانية مثلا، غير الاسم بتاعها، لو مش عايز زي راح اقول له اوكي ارجعها لك زي ما كان. يبقى اكون واقف عليها ومن تيبل فيلد هقول له النيم اند كابشن. طيب دلوقتي انا لما اجي هنا اكتب، كتبت هنا اسم محمد، جيت هنا ما كتبتش اسم ورحت دخلت على رقم التليفون، حصل ايه؟ دخل عادي. دخل عادي من غير ما يقول لي انت نسيت الاسم، او كمل عادي بعد كده ودخل على اللي بعده. طيب انا عايز اجبره ما يتحركش من الاسم من غير ما يكتبه، اجبره ازاي؟ هتلاقي في الاخر في كلمة اسمها الفيلد فاليديشن، هروح اقول له ريكوايرد، اقول له يس. يعني ايه ريكوايرد؟ يعني مطلوبة، ما ينفعش تدخل على اي حاجة تانية. يعني بمجرد ما تنزل لتحت بيقول لك ايه يو ماست انتر ا فاليو ان ذا تيبل 1 الاسم، يعني لازم تدخل اللي هو الاسم اهو، فانا كده خليته مطلوب، يعني ما ينفعش يتحرك على اللي بعده من غير ما يعمل ايه يدخله معاك. طيب هنا كنت مختار ايه؟ كنت مختار نوع البيانات ايه؟ مختار الشورت تكست، الشورت تكست. حلو كده. طيب لو رحت هنا احنا قلنا الشورت تكست بيسمح لي ان انا اكتب لحد 255 حرف، طيب رحت كتبت مثلا 300 قلت له انتر، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في غلط، لازم تكون ما بين الصفر لحد 255. طيب رحت قللت خليتها 250 انتر، اقول له يس خليها لك 250. فمن هنا ممكن احدد حجم الحقل بتاعي انا عايز فيه كام حرف، لكن ما ينفعش ازود على 255، ان اقصى حاجه 255. طيب لو رحت على حاجه اسمها الديفولت فاليو، ورحت في الديفولت فاليو رحت كتبت اسم محمد وقلت له اوكي، شايف عندك هتلاقي ثبت معاك كلمة محمد في الجديد اهو. انا خلصت مثلا دي،
محمود ايا كان رقم التليفون. انا بيقول لك في غلط عندك، هنخليه مثلا نفس الرقم الطبيعي بتاعنا، دخلت التاريخ وهكذا. لو عايز تكمل اول ما اقول له انتر دخل على اسم مين؟ محمد تلقائي. يعني ايه محمد؟ يعني ثبت لك محمد، بحيث ان انا بكتب كلمة محمد كتير، هروح كل مرة هكتبها، فالديفولت فاليو بيخليه لك ان الكلمة الاساسية بتاعتك محمد، بدل ما كل شوية هتكتبها. هنا بيقول لك لازم تدخل حاجة، مسحتها اهو، قول له كنسل اهو كده، شال لك القيمة الافتراضية او الاساسية. طيب عايز اخلي قيمة افتراضية مثلا زي ما قلنا مصطفى، اروح اكتبها واقول له اوكي، تلاقي تلقائي في الخانة الجديدة كتب لك مصطفى. انا كل مرة اروح اكتب مصطفى كل مرة؟ لا، فعشان كده انا خليت في قيمة افتراضية عندك او قيمة اساسية بتشتغل عليها. طيب هاجي هنا عايز اغير نوع البيانات، هروح على فيو بعد كده ديزاين فيو. لا، هتلاقي هنا في كلمة اسمها الفورماتنج من الداتا تايب، اروح اختار نوع البيانات اللي انا عايزها. قلنا علشان اظهر الصفر اخليها ايه؟ شورت تكست. اجي اكتب اي رقم تليفون، ايه اللي حصل؟ فظهر معايا الصفر. طيب هنيجي في جزء الماليات او العملات، انا عايز اغير العملة بتاعتي من فين؟ من الفورمات. هتلاقي في كلمة اسمها فورماتنج، ومن الفورمات تروح تختار العملة بتاعتك اهو، يورو مثلا. طيب نسب مئوية، ادي النسب المئوية. فاكرين في الاكسل دي الارقام العشرية، ودي النسبة المئوية، ودي علامة الدولار بتاعتك. طيب هتيجي عند حاجة اسمها الفاليديشن. الفاليديشن فاليديشن اللي هو الشرط الاساسي اللي عندك، الشرط الاساسي اللي موجود عندك. طيب انا عايز اقول له لما تيجي تكتب لي في المرتب هنا، ما تكتبش اي حاجه اقل من 10. علامه الاقل من اللي هي شيفت مع واو، اقل من 10، واروح اقول له ايه؟ اوكي. تعال كده اجرب مثلا، اكتب 5 وقول له انتر. هو كده احنا بنعمل هنا، هنرجع تاني اهو، لو قلت له اكبر من 10 او اكبر من 10، معناها هتكتب لك كل حاجة اكبر من 10 اقل من 10. يعني انا لما كنت اعملها اقل من 10، تعالوا كده نكتب 15، مش بيكتب معايا. يعني كل البيانات اللي هتكتبها هنا لازم تكون اقل من 10. طب لا، انا لازم تكون عندي ايه البيانات؟ لازم تكون اكبر من 50 مثلا. اكبر من كام؟ 50. واروح اقول له اوكي، اقول له يس. تعال كده جرب اكتب 40، مش بيكتب معاك. تعال جرب اكتب 30، مش هيكتب معاك. تعال جرب اكتب لي 50، برضه مش هيكتب. ليه؟ لان انت قايل له انا عايز هنا الارقام اللي تكون موجوده هنا تكون اكبر من 50، هكتب بس 51 فكتب معايا. فهنا في الفيلد فاليديشن رول، معناها الشرط الاساسي الخاص بالعمود وليس الصف، بيكتبه هنا. معناها انت هنا لو هتكتب لي حاجه أكبر من 50، طيب أقل من كده ما يقبلش بيه. طيب حلو خالص، معنى كده إن هو بيجيب لي هنا رسالة بالشكل ده إن هو مش قابل بيها. طيب لو قلت له حاجة اسمها الفيلد فاليديشن مسج، الرسالة اللي تظهر لك لما يكون في خطأ، أقول له مثلا عفوا عفوا لا نقبل أقل من 50، وراح أقول له أوكي. تعال كده جرب
اكتب لي 40 وقول له انتر. قال لك ايه الرساله؟ عفوا لا نقبل اقل من 50. فالفاليديشن في الفيلد فاليديشن رول بحط القاعده اللي همشي عليها، يعني مسموح لي في العمود بتاعي ان انا اكتب كل حاجه بس اكبر من كام؟ من 50. طيب اللي تحتها الرساله اللي تظهر معاك لو طلع في خطأ. نفس القصه الفاليديشن رول هنا برضو، نفس القصه اللي هعملها فوق هنا الفاليديشن مسج، بس المره دي هنا في الفاليديشن رول بيفتح لك كل حاجه عندك. انت عايز تعمل شرط بس للاسم، للماليات، اللينك، هتختار من تحت الحاجة اللي عايز تعملها. نفترض الاسم، أو نفترض مثلا تاريخ الاستلام. خلينا مثلا لو جينا بصينا على حالة، أو خلينا مثلا في العنوان، يبقى لازم تقبلهم كلهم. لو قلت له مصر وسكت، انا مختار العنوان وكتبت له مصر وقلت له اوكي، فين العنوان؟ هكتب اسوان. فبيكتب اهو، بيقول لي ايه؟ افحص الاخطاء اللي عندك، في خطأ. ليه في خطأ؟ لان انا في العنوان حاطط شرط وما التزمتش بيه، فبيقول لك في خطأ عندك. طيب هكتب مصر، بيقول لك ايرور، ايرور ايفالويشن تشيك كونترنت. طيب الشرط الاساسي بتاعك هو هنا مش عارف يقبله خالص، كلمة مصر. تعالوا كده نحط قبل كلمة مصر يساوي مصر، قول له اوكي. يقول لك في خطأ. ليه؟ لان في طريقة تانية بنكتب بيها الحاجات او الشروط الاساسية التانية، هناخدها مع بعض ان شاء الله. طيب يبقى هنا انا هلغي دي، تمام. فزي ما قلنا واتفقنا ان انا هنا لو عايز اعمل شرط اساسي فاقول له الفيلد فاليديشن رول، هنا هتقبل لي كل حاجه اللي هي اكبر من 50. معنى كده الاقل من 50 مش هيقبله، اقل من 50 مش هيقبله. طيب حلو خالص، ده بالنسبة للفاليديشن. طيب لو أنا واقف على العمود ده وعايز أخلي العمود ده مطلوب، يعني ما يقدرش يعدي من يكمل الباقي من غير ما يملي الاسم، أقول له required، يعني الجزء ده مطلوب ولازم تعمله. يبقى أخدنا جزء النيم والديفولت فاليو والفيلد سايز والداتا تايب، وأخدنا اللي هو جزء الفاليديشن وإذا كان مطلوب ولا لأ. طيب حلو خالص لحد دلوقتي، انا مش عايز دي خلاص. هنا انا جيت عملت داتابيز، قلت لها مثلا هسميه كمثال، لازم اقفله الاول واروح اعمل له رينيم او اعاده تسميه، هسميه قاعده واحد. هروح اعمل تيبل تاني من كرييت واروح اقول له تيبل ولا تيبل ديزاين تيبل، وابتدي ان انا اعمل التيبل بتاعي والجدول بتاعي. طيب انا هعمل جدول جديد خالص من اكسس اهو، فتحته وهسمي هنا قاعده، اكتبها قاعده بيانات، تمام. طيب انا هعمل اول حاجه قاعده بيانات خاصه بالاباء فازر، واروح اقول له اوكي. انا عايز الاي دي وعايز الاسم، وعايز مثلا الايج او العمر. العمر هختار ايه؟ هختار نمبر. خلاص انا هحفظه على ده. اروح مثلا في الداتا شيت فيو، ابتدي املى البيانات بتاعتي. ادي اسم الاب، العمر نفترض 30، اللي بعده العمر مثلا 25، وقبله الاسم احمد. هنا الاب اسمه علي والعمر 45، هنا الاب مثلا اسمه
محمود والعمر 35. هنا الأب اسمه كريم والعمر مثلا هنقول إن هو 44. كده أنا مليت البيانات الخاصة بجدول الآباء، كده أنا حفظته. هروح أعمل تيبل تانية أسميها مثلا الأبناء، هعمله إزاي؟ برضه بالوضع اللي أنا شايفه مناسب ليا، يا إما هعمله من هنا من الداتا شيت يا إما من وضع الديزاين. برضه الأي دي والاسم والعمر. طيب خلصته، اروح برضو امليه عن طريق الداتا شيت. مثلا الابن مصطفى عمره 12، الابن مثلا رمضان عمره 10، ابن مثلا مؤمن العمر 20، الابن زكريا والعمر 15، الابن مثلا هنقول شريف والعمر 5. كده انا مليت البيانات دي ومليت البيانات دي. حلو، انا دلوقتي عايز اعمل علاقة ما بين الاتنين، ما بين الاب والابن. لما جينا امبارح اخدنا انواع العلاقات، قلنا عندي نوع علاقة اسمه one to one، ونوع علاقة اسمه one to many، ونوع علاقة اسمه many to many. وقلنا one to one حاجة قصاد حاجة، الاب ليه كام ابن؟ لابن واحد. والابن ليه كام اب؟ اب واحد. طيب الطالب والمرحلة الدراسية، الطالب ليه كم مرحلة دراسية؟ لمرحلة واحدة. طيب المرحلة الدراسية فيها كم طالب؟ فيها أكتر من طالب، فدي one too many، حاجة قصاد عدد كبير. طيب لو جينا اتكلمنا على العميل والمنتج، العميل ليه كم منتج؟ أكتر من منتج. طيب المنتج ليه كم عميل؟ أكتر من عميل. أكتر من إيه؟ من عميل. طيب عايز أعمل علاقة، بروح على حاجة اسمها إيه؟ الداتا شيت او الداتا بيز تولز، قائمه الداتا بيز تولز، واروح اقول له حاجه اسمها ريليشن شيب. ريليشن شيب هلاقيه ظهر معايا جدولين، هضيفهم، احدد اول جدول واروح اقول له اد سيلكتد تيبل، فضاف معايا هنا، واروح احدد تاني جدول واقول له برضو اد سيلكتد تيبل. انا كده ضفت الاثنين اهم جنب بعض. انا دلوقتي عايز اعمل علاقه ما بين الاثنين دول، اقفل ده اهو، عايز اعمل علاقه ما بين الاثنين، اعمل علاقه ازاي؟ طيب انا دلوقتي هعمل ربط ما بين الاثنين، ولازم لما اربط هنا الحقل اللي هربطه من الفازر يكون نفس نوع البيانات للحقل اللي هربطه من الابناء. يعني ما يجيش عند الاي دي ده الاوتو نمبر، هروح اربطه مع النيم، ده نوع بياناته ايه؟ اوتو نمبر. طيب النيم نوع البيانات بتاعته الشورت تكست. ما ينفعش اربط حاجه من هنا بحاجه من هنا بس الاثنين عكس نوع البيانات، يعني مش نفس نوع البيانات. يبقى لازم انا اللي هربطه اربطه بحاجه ثانيه ليها نفس نوع البيانات. هروح مثلا هربط الاي دي هنا بالاي دي هنا، الاثنين نفس نوع البيانات، اربطهم ازاي؟ لو قلت لي كلمه اسمها edit relationship، طب ليه ما ظهرش معايا؟ هقول له create new. يبقى اول طريقه هقول له edit relationship، هقول له انا هنشئ علاقه جديده. طيب بيقول لك ليفت تيبل نيم، الجدول اللي من ناحيه اليسار اسمه ايه؟ اسمه فازر. طيب الرايت تيبل نيم، الجدول اللي ناحيه اليمين اسمه ايه؟ صن. طيب انت عايز تربط العمود اللي من هنا بالعمود اللي من هنا، طيب اسم العمود ده ايه؟ اي دي، وهنا اي دي. ليه؟
قلنا هنربط حاجتين بيكونوا ليهم نفس نوع البيانات، ومن فوق بحدد الجدول اللي هربط مني، بعد كده اقول له اوكي. بعد كده راح اقول له كرييت، اللي حصل ربط ما بين الاثنين. طيب نوع العلاقة بعرفها ازاي؟ بص كده من تحت، one to one relationship type. طيب لو عايز اظهر نوع العلاقة هنا، هروح اعلم علامة صح على حاجة اسمها الانفورس، فهنا قايل لك 1 وهنا 1، يعني معناها نوع العلاقة 1 to 1. طب لو كاتب لك 1 وهنا infinity اللي هو ما لا نهاية، معناها 1 to many. طيب في طريقة تانية؟ عملت ايه هنا؟ كليرلي اوت، مسحت العلاقه اللي انا عاملها، مسحت العلاقه اللي انا عاملها. الطريقه الثانيه بقى بعملها ازاي؟ ده هنعرفه كمان شويه اهو. انا عامل ريليشن شيب، اقول له ايديت كريت. طيب ممكن اجي هنا بكليك الشمال اسحب الاي دي، اروح احطه على الاي دي الثاني اهو ثاني. يبقى الطريقه الاولى من اديت ريليشن شيب، يا اما هضغط كليك الشمال على الاي دي واسحبه واحطه على الاي دي الثاني، اقول له يس، هلاقيه ظهر بالشكل ده، راح اقول له اوكي. كده انا عملت علاقه ما بين الاثنين. طيب عندك هنا تحت الكلير لي اوت بيحذف لك العلاقه، هقول له ريليشن شيب ريبورت، بيدي لك تقرير بالعلاقات. ادي ظهرت بالشكل ده، ادي شكل العلاقه. هنا البورتريت طريقه العرض تكون راسي، لاند سكيب افقي، كلهم لو عايز اخليها اكتر من عمود، البيج سيت اب دي خاصه بالهوامش بتاعتك. بصوا كده، دي طريقه العرض، طريقة العرض بتاعتك، الزوم بتاع البرنامج نفسه اهو، ده السايز الحجم، والمارجنز اللي هي الهوامش. وزي ما قلنا هنا لو عايز اصدرها بس للاكسل او كبي دي اف او ايميل او عن طريق برنامج الوورد، فده بيدي لك شكل العلاقة تكون كذا اهو. طيب انا عملت علاقه حلو، اروح اعمل ايه؟ اعمل حفظ ليها، كليك يمين عليها واقول له سيف، وبعد كده اقفلها. اول ما تروح عند الاب وتفتحه هتلاقي في علامه زائد ظهرت اهي، شايفين علامه الزائد اللي ظهرت دي؟ هدوس عليها، ايه اللي حصل؟ قال لك هنا ان محمد ابوه اسمه مصطفى، انا اسف، محمد الاب ومصطفى الابن. فعندك هنا محمد اول اسم عندك هنا اهو، وهتروح عند اول اسم في الابناء، اول اسم هنا ايه؟ مصطفى، فربط اول اسم هنا باول اسم هنا. فمحمد ده لو عايز اعرف ابنه مين ابنه، هروح على علامه الزائد، ابنه مصطفى عنده 12 سنه. طيب هروح عند احمد عايز اعرف ابنه من علامه البلس، اسمه رمضان وعنده 10 سنين. ليه؟ عشان انا عملت ربط ما بين الاي دي هنا والاي دي هنا. يعني ايه ما بين الاي دي هنا والاي دي هنا؟ يعني رقم واحد هنا هيساوي رقم واحد في التيبل الثاني، اتنين هناك هيساوي اتنين هنا، تلاتة هناك هيساوي تلاتة هنا. طيب ممكن اعمل ربط بس عن طريق الاسم؟ عن طريق الاسم. ممكن اعمل ربط عن طريق مثلا العمر؟ احنا قلنا طالما الاتنين نفس نوع البيانات ينفع ان انا اعمل ربط ما بينهم. حتى لما تروح هنا عند مصطفى ودوس، انا دلوقتي في جدول الابناء ودوست على علامه الزائد، قال لك ابوه اسمه محمد وعنده 30 سنه. طيب هروح افتح الفازر وتروح على علامه الزائد، ابن محمد اسمه مصطفى وعنده 12 سنه. فانا كده عملت علاقه ما بين الاثنين عندي، ما بين الجدولين الموجودين عندي، عملت علاقه ما بينهم.
لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ لحد دلوقتي في أي مشكلة؟ فإحنا عرفنا إزاي نعمل العلاقات ما بين الاتنين. يبقى أخدنا جزء الديفولت فاليو، وأخدنا جزء النيم كابشن لو عايز أغير اسم العمود، والديفولت فاليو لو عايز أخلي قيمة ثابتة تظهر معايا بدل ما أكررها أكتر من مرة. هنا الريكوايرد معناها ان اللي انا واقف عليه ده خانه العمود بتاع الاسم ده مطلوب، اروح اعلم علامه صح على ريكوايرد. يعني ما ينفعش ادخل على القسم من غير ما املي اللي هو الاسم. الفاليديشن اللي هي الشروط الاساسيه، انا عايزك والله هنا في العمله ما هتدخل لي اكبر من كام، لازم تكون عندك اكبر من، اقول ان هو اكبر من 20. هغير اللغة بتاعت الأول وأقول له أكبر من 20 وأروح أقول له أوكي. تعال كده هنا أدخل مثلا 15 وأقول له إنتر، قال لي غلط لأن أنا حطيت شرط أساسي لازم يكون أكبر من 20. طيب من فاليديشن قلت له أنا عايز أحط مسج، إيه الرسالة؟ تكتب الرسالة انت عايزها تظهر. انا لو دخلت قيمة غلط راح اقول له لا نقبل بهذا واقول له اوكي. تعال كده نكتب 15 واقول له انتر، هكتب 15 واقول له انتر، قال لك لا نقبل بهذا. لحد الآن في أي مشكلة في برنامج الأكسس وإزاي نعمل علاقات ما بين جدولين والتاني؟ أمور لحد الآن بسيطة مع الناس. طيب إن شاء الله بإذن الله أنا برضو النهاردة كده كفاية كده النهاردة عشان الناس تبتدي تراجع. تمام، بكرة اللي هيتم كالآتي، بكرة اللي هيتم كالآتي. محاضرة بكرة هتكون مهمة جدا بالنسبة لكل الناس. ليه؟ أولا اللي احنا هنعمله بكرة هناخد جزئية صغيرة في برنامج الأكسس عشان نفنشه، وهنعمل مراجعة على الوورد والباوربوينت والإكسل. ممكن ناخد محاضرة بكرة تبقى ساعتين، محاضرة بكرة ممكن تكون ساعتين، وما عنديش مشكلة لو ما فيش محاضرات مع بين قريبين هنبدأ بكرة من 8. ليه بكرة نبدأ من 8؟ علشان هنطول، هناخد ساعتين أو ساعتين ونص. هعمل إيه فيهم؟ هراجع على البرامج كلها، وورد، باوربوينت، إكسل، أكسس، هراجع على الأربع برامج بإذن الله. طيب قبل ما اكمل او اقول اي معلومه جديده، لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ الامور شايفينها صعبه والامور بسيطه بالنسبه للناس؟ ريت كل الناس اللي معايا تقولي هل شايفين طيب في بعض الحاجات هنبص عليها دلوقتي في سيل سريعا. الناس فاكره لما كنت بعمل قاعده بيانات في الاكسل، اكيد طبعا الحاجات دي محتاجه تطبيق بالفعل، لازم تطبق علشان الدنيا تكون بسيطه بالنسبه لك. انا هفتح مثلا دي اهو، وعايز اعمل دي اعمل له ايه، تيبل او جدول. كنا بنعمله من فين؟ اروح اختار فورمات استيبل واختار شكل الجدول واقول له اوكي، وظهرت علامه الفلتره. طب في طريقه تانية؟ ايه هي الطريقه التانية؟ هتكون واقف في اي مكان في الجدول وهتدوس على كنترول مع تي، كنترول مع تي. انا عايز الناس تجرب دلوقتي كنترول مع تي في اي مكان هروح يعمل لك جدول. كنترول مع تي دي معلومة سريعة للناس. الناس تجرب وشوف هيديها ايه.
هتكون واقف في اي مكان عندك وتقول له كنترول مع ايه؟ مع تي، هيعمل ايه معاك؟ هيظهر معاك الجدول بتاعك. لو احنا عملناه من فورمات از تيبل، من فورمات از تيبل. طيب دي معلومة الناس يا ريت هيسهل عليها كتير هي وتشتغل، تلاقي الأمور بسيطة، الناس متقلقش منها. طيب بإذن الله هنكمل بكرة. حاجات مهمة جدا، في حاجات جديدة هناخدها بكرة وفي حاجات هنراجع عليها. بعد إذن باشمهندس أحمد حسام، لو مفيش أي مشكلة ممكن نبدأ من 8، بحيث إن احنا نخلص على الساعة 10 أو 10 ونص، 10 أو 10 ونص. هنعمل إيه فيها؟ أولا في كام جزئية واقفة في برنامج الأكسس هنشرحهم، حاجات صغيرة، حاجات بسيطة، هتاخد معانا ربع ساعة ونص ساعة. وهناخد كم مهارة في برنامج الإكسل تسرع علينا الشغل. ثم بعد كده هروح ابتدي بقى اراجع تاني على الوورد، الباوربوينت والإكسل والأكسس سريعا لحد الساعة 10 أو 10 ونص. تبقى محاضرة بكرة مراجعة على كل اللي احنا أخدناه. كده يعتبر خلصنا الشرح. بعد كده هيكون متبقي لينا حلول الاختبارات الدولية، حلول الاختبارات الدولية بإذن الله. كل برنامج فيهم هياخد معانا يومين. احنا كنا حلينا الاختبارات الدولية بتاعت برنامج الوورد، فاضل لنا الباوربوينت والاكسل والاكسس. التحضير للامتحانات الدولية، تحضير الأسئلة نفسها بتاخد وقت، بس عشان خاطر كده، عشان ما حدش مثلا يسألني يقول لي طيب احنا كنا بدأنا بيها، انا حاليا بحضر في الاسئله دي، تحضير الاسئله بتاخد وقت معايا. تمام، فان شاء الله باذن الله بكره هننهي الشرح وهنبدا بعد كده باذن الله على يوم اليوم اللي احنا هنحدده. بعد كده هنحل اول يومين هناخد فيهم حلول الاختبارات الدوليه بتاعت الباوربوينت، بعد كده اكسل هناخد يومين، والاكسس من يوم او ليومين، ثم في النهايه هنحل اسئله الاختبارات الدوليه الخاصه بالجزء النظري. يعني قربنا نخلص بإذن الله. ما هو الجمعة احتمال بنسبة كبيرة يكون راحة، علشان خاطر هيكون صباح رمضان. تمام؟ تمام. باشمهندس محمد الشرقاوي، اتفضل هندسة. باشمهندس، بس الصوت عمى من المهندس احمد حسام فتحي. باشمهندس السلام عليكم يا باشمهندس، أهلا وسهلا عليكم. وتحياتي للجميع. باشمهندس بس في سؤال، هل مثلا لو عندي شيت اكسل وعايز مثلا اعمل له انسرت في الاكسس، هل ده متاح مثلا ولا يعني مثلا لو متاح باذن الله. دي هناخدها برضو، ده كان المفروض ان شاء الله نشرحها في محاضره بكره، فان شاء الله باذن الله الناس ما تقلقش. كل الاسئله دي انا بس عايز يعني رجاء خاص من الناس، ان لما تيجي تسجل في الفورمه او الاستماره تكتب لي الاسئله اللي انت عايزها. يوم بكره انا يعتبر يوم كله بالكامل اسئله. يوم بكره هيكون عباره عن اللي هو حلول الاسئله اللي هي واقفه معاكم، وكمان مراجعه على كل حاجه احنا خدناها. فيا ريت النهارده الناس لما تيجي تسجل في الفورم هتكتبوا كل الاسئله اللي انتم محتاجينها، كل الاسئله اللي انتم محتاجينها، علشان بكره ان شاء الله نجاوب عليها كلها. الله يبارك لك يا باشمهندس. معلش السؤال الثاني يا باشمهندس، بس في عندنا مع الباشمهندسه هيكون في ميتنج بكره يبدا من الساعه 8 يا باشمهندس لمده ساعتين اتنين، من الساعه 7 المهندس احمد حسام تقريبا عارف الموضوع ده. اذا حضرتك مثلا يا باشمهندس لو تخليه في نفس الوقت من الساعه 9، بحيث نكون حتى خدنا المحاضره لان هي هتبدا من الساعه 7 هتخلص تقريبا على الساعه 9، يعني هيكون في ميعاد المحاضره بتاع حضرتك يا باشمهندس، يعني الواحد هيكون مخلص من هنا يخش مع حضرتك من هنا. طيب انا ما عنديش مشكله، بس لو طولنا لحد الساعه 11 11 ونص بالنسبه لتوقيت القاهره، حد يبقى عنده مشكله؟ هو احنا عندنا التوقيت يا باشمهندس، انا هيفرق عن التوقيت بتاع حضرتك 3 ساعات، فعندي انا هيكون في منتصف الليل، فبالنسبه لي انا مفيش مشاكل. انا بتكلم بس على الجروب اللي موجود، يا ريت بس ما يكونش حد من الباشمهندسين او اخواننا اللي موجودين معانا في الكورس، بس ما يعرضش الموضوع ده، لان الباشمهندس بس في كان المفروض المحاضرة النهاردة يا باشمهندس، بس المهندس أحمد حسام تقريبا دخل على الجروب وقال اللي هي اتأجلت لحد بكرة وهتكون من الساعة 7 بتوقيت القاهرة. يعني انا ما عنديش اي مشكله، بس هي محاضره بكره ان شاء الله زي ما قلنا خلاص نخليها 9 زي ما احنا، بس هناخد مش اقل من ساعتين، لان احنا زي ما قلنا هنعمل مراجعه على كل البرامج نفسها، وزي ما انتم شايفين احنا كل برنامج كنا بناخد فيه وقت قد ايه. هنعمل مراجعه سريعه عليهم بالنسبه للاوامر والقوائم المهمه،
ثم بعد كده هنجاوب على الأسئلة بتاعة الناس، فممكن من ساعتين لساعتين ونص، هتبقى من 9 ل 11 بالنسبة لتوقيت القاهرة. السؤال الأخير يا باشمهندس، معلش أنا آسف جدا يا باشمهندس، تمام. بالنسبة للإكس شيت، بعض الأوقات لما مثلا اللغة اللي موجودة عندي على الجهاز اللغة الألماني، فلما باجي مثلا أحول، حتى لما دخلت على جوجل إن أنا مثلا آخد، مثلا لو هنيجي مثلا ناخد فرمالة مثلا زي الجامعة والطرحة والفيلوكاب، بتيجي تحطها باللغة الإنجليزية وباللغة العربية بتختلف نهائي يا باشمهندس. فانا لما رفقت الشيت رفقته لحضرتك بدون ما احط الاثنين دول، اللي هو الاف، معادله الاف يا باشمهندس، فانا اسف جدا يعني، حاولت كم مره اخش ادور عليها ما عرفتش، حتى زمايلنا اللي موجودين هنا قالوا لي لما جيت اعملها بالالماني ما ظبطتش معايا، فانا اسف جدا يا باشمهندس. لا لا ولا يهمك هندسة، هو قصدك هنا يعني انت لما تيجي تعمل بالنسبة لمعدل اف، يعني مش مهندس، مثلا لو جينا مثلا حطينا اف وجينا مثلا زي ما انت حضرتك شرحت في المحاضره اللي فاتت، بنيجي احنا مثلا الجهاز بيكون مثلا اللغه بتاعته، دخلت على السيستم نفسه اللي هو الاعدادات، معلش يا باشمهندس انا اسف جدا على المداخله، لا لا ولا يهمك فاعذروني بس، فباشمهندس حتى غيرت اللغه بتاعت الجهاز نفسه يا باشمهندس وبرضه بتطلع بنفس السيستم، مش عارف بقى الواحد لازم يغير السيستم كامل مثلا الويندوز كامل، هو ولا ايه الغلط اللي كان بيحصل عندك يعني انت وشغال على قاعدة اف؟ مثلا باشمهندس لو انا دخلت مثلا جيت احط مثلا قاعدة اف فما بيدينيش اف، اللي هي بيديني حاجة تانية. يعني تمام، هو بالفعل يعني مثلا حرف الاي في اللغة الألمانية غير اللغة الإنجليزية، فبيختلف فعلا في اللغات من تحت، ولازم تتأكد انت وشغال في قاعدة اف، لازم تتأكد ان اللغة بتاعت الجهاز انجليزي. هذيك هي فعلا لو انا جيت اخترت مثلا اسباني او اخترت الماني، هتلاحظ ان في مشاكل ممكن تظهر معاك. طب انا جيت عملت يساوي، دي اللي يساوي بالنسبه للغه الاسبانيه، فهتلاقي في مشاكل بتظهر معاك في موضوع اللغات هنا. فيفضل، مش يفضل، هو ان انت لازم تختار اللغه الانجليزيه. اول ما اعمل يساوي هي عملت معايا يساوي، بعد كده اف، وابتدي بعد كده ادخل الشروط الاساسيه بتاعت قاعده اف. طب العذر منك يا باشمهندس، عشان كان النهارده تقريبا كنت حضرتك كنت طالب الشيت قبل يوم الخميس، فقلت ايه اقول لحضرتك على اللي حصل يعني، فاسف جدا. لا ولا يهمك هندسة، ولا يهمك هندسة. والطلب الاخير يا باشمهندس، البرنامج اللي هو بتاع القفل ده يا باشمهندس، اذا رجاء بس ما تنسناش فيه، الله يبارك فيك، لا لا مش نسيك والله، حاضر. وكل سنه وانت طيب يا باشمهندس، تحياتي لك، مع السلامة حبيبي. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير، واشكركم على محاضرة النهاردة، وان شاء الله بإذن الله نلتقي بكرة، وزي ما اتفقنا هيبقى يوم بكرة آخر جزء في برنامج الأكسس مع مراجعة. يعني يوم بكرة هيبقى مراجعة على كل حاجة احنا أخذناها خلال الفترة اللي فاتت. فبالتوفيق لكم بإذن الله، فإن شاء الله بإذن الله الناس تحاول قبل يوم الخميس تكون سلمت الأربع مشاريع، سواء كان الوورد أو الباوربوينت أو الإكسل أو الأكسس. بالتوفيق لكم يا رب إن شاء الله. وأنت بالصحة والسلامة يا هندسة، ورمضان مبارك يا رب علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب إن شاء الله.